لازلنا معكم متابعي المربد وتغطية الخاصة إلى مشاريع المنافع الاجتماعية المنفذة من قبل شركة نفط البصرة وبإدارة أكيد حق الأسيبة الغازي. انتقلنا إلى معمل لصناعة أكياس النفايات برفقتي لا زال سادة وسام عبد الله أكيد من قبل رئاسة لجنة المنافع الاجتماعية. سادة وسام مرحبا بك مرة أخرى، تواجدنا بهذا المعمل نتحدث عن أهميته وكذلك إيش قد تقريبا ينتج من مادة الأكياس. نعم مرحبا بك مرة ثانية، يعني شكرا لك على المتابعة. الحمد لله تم إنجاز مشروعين معمل أكياس النفايات، أحدهما في ناحية السيب والآخر في قضاء برخاصي. هذا المشروع متكامل، يعني ضم آليتين لنقل الأكياس النفايات نوع ستوتة، وأيضا تم تجهيز بالمواد الأولية الخاصة بالمشروع وتم إنجازه بشكل كامل. نعم. الموقع خاص ببلدية ناحية السيب، يضمن الآليات والمعدات الثقيلة ناحية السيب. تم إنشاء هذا المعمل من ضمن الموقع الخاص ببلدية ناحية السيب. نعم. نقول تحت إدارة بلدية السيب. نعم. يتم توزيع أكياس النفايات تحت رعاية مديرية ناحية السيبة ومتابعة وإشراف المعمل هو من قبل موظفي بلدية ناحية السيبة. نعم. الكادر اللي يعمل أخذ دورات تدريبية على المكائن يعني وطريقة الإنتاج و... نعم. ضمن جدول الكميات والعقد كونتراكتر هناك توجد فقرة تتضمن تدريب الكوادر على صيانة الأجهزة وتدريب على كيفية دخول المواد الأولية وخروج الأكياس النفايات. نعم. إذن يبقى دور البلدية هي تقدر نقول أو هي تأخذ بعاتقها آلية التوزيع لأهالي ناحية السيبة. نعم، هو هذا من مهام بلدية ومهام ناحية السيبة. نعم. هذه المكان من مناشئ أكيد. نعم، من مناشئ رصينة وبها فترة ورنتي من ضمن فترات العقد. جد يقدر إنتاجية هذا المعمل؟ نعم، حاليا بإمكان إنتاج هذا المعمل من 3000 إلى 5000 كيس باليوم، معدل يعتبر جيد. يعني المشاريع الأخرى المكملة الخدمية اللي تم تنفيذها أيضا، إذا نقول غاب عنك بعض من المشاريع. الحمد لله تم إنجاز في ناحية السيبة هنا تبليط ما يقارب 20 كيلو في ناحية السيبة، وهذا إنجاز يعتبر لحقل السيبة الغازي 20 كيلو لكل مواطن في ناحية السيبة، وبالتالي نطمح زيادة هذا التبليط ليصل لجميع منازل ناحية السيبة. أيضا تم إنجاز عدة مشاريع في ناحية السيبة، منها مشاريع إيصال الطاقة الكهربائية وإيصال أنابيب المياه ومشاريع الإنارة وعدة مشاريع. من ضمن هذه المشاريع المنجزة في قضاء الفاو يعني تبليط وتأهيل كورنيش قضاء الفاو والمدخل الرئيسي لقضاء الفاو، أيضا تبليط في قضاء الفاو، وتم إنجاز افتتاح علوة أسماك نموذجية وتم حضوركم بالافتتاح. نعم، بوقتنا. تحياتي لكم، رياض البزوني، مع السلامة، إن شاء الله ألتقيكم على خير.